السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حد في اليابان. فيديو النهاردة هو تجهيزات او تحضيرات الولادة. طبعا تعرفين او يعني اللي هم المشتركين عارفين ان ده الحمل الثالث والولادة خلاص قربت ان شاء الله، فبعمل تجهيزات كده قبل الولادة. بالنسبة لأول تجهيزات بعملها او يعتبر بالنسبة لأهم تجهيزات بعملها هي تجهيزات الاكل. فطبعا بروح المستشفى بقعد فيها مثلا اسبوع او اكتر شويه من اسبوع. اثناء المستشفى بيكون في هناك طبعا الاكل والغداء والعشاء والحاجات دي كلها، بس بالنسبه لليابان طبعا ما فيهاش اللي هو الاكل الحلال المخصص لينا، فبعمل تجهيزات الاكل. طبعا بعمل تجهيزات دي بتبقى ليا وبتبقى كمان لزوجي، لو في الاول كان مثلا زوجي بس بعد كده بقى الاولاد برضه. طبعا بالنسبة للحمل الاول ما كنتش عاملة حسابي قد كده، كنت عاملة تجهيزات بسيطة، ما كنتش لسه ان انا عندي الخبرة او ان انا مثلا تجربة، ان كانت اول طبعا ولادي ليا في اليابان، فما كنتش عاملة حسابي كتير، فاللي هو المخزون بتاعي خلص بسرعة شوية، فصراحة عانيت شوية في الحمل الاول او في الولادة الاولى. فبعد كده اكتسبت الخبرة ان انا لازم احضر كل حاجة بنفسي، واحضر يمكن بكمية اكبر شوية. فالحمل التاني او في الولادة التانية في كريم عملت كمية اكتر شوية وعملت حسابي وكده. بس دلوقتي كمان عرفت ايه اكتر حاجات مثلا انا اقدر استخدمها مثلا في الفريزر، وايه الحاجات اللي بتنفع اكتر، ايه الاكلات، الحاجات دي اكتسبت برضه خبرة اكتر في اللي هو الحمل التالت او الولادة التالتة. انا عملت دلوقتي اللي هو الاساسيات اللي هو الاكل الاساسي. مثلا في بعد كده ان انا ممكن اعمل بقى لو مثلا اطباق جانبيه، اعمل مثلا حلويات مشروبات، الحاجات دي كلها ممكن ان شاء الله تكون قبل الولاده على طول. بس الحمد لله ان انا قدرت اعمل الحاجات دي. انا يعني كنت قلقانه جدا من الخطوه دي، لان طبعا انت عارفين ان احنا نقلنا اللي هو بيت جديد، وطبعا النقل ده كان شيء صعب جدا لان انا خلاص في اللي هو الشهر التاسع في الشهر الاخير، وطبعا النقل كان محتاج طاقه وقوه وحركه كتير جدا، وده كان المفروض ان هو يعني المفروض ان انا مش الحركه دي في الشهر الاخير بتاعي، بس كان لازم ان انا اعمل كده. فالحمد لله عدت على خير. يعني كنت قلقانه ان انا لا قدر الله الولاده ممكن تحصل في اي وقت، وان انا ما اقدرش ان انا اعمل التجهيزات دي او التحضيرات بتاعه الاكل قبل الولاده. فالحمد لله ربنا عدها على خير وسترها وقدرت ان انا اعمل التجهيزات دي. وان شاء الله لو في نصيب اكتر ان شاء الله هعمل برضك حاجات اكتر وكده، بس ممكن ان انا ما اقدرش اخد فيديو ليها. بالنسبه لي الاكل طبعا احنا في رمضان، فزوجي اللي هو بيكون عنده اللي هو الفطار ومثلا لو وجبة خفيفة في نص الليل، طبعا هيجيب لي اللي هو الأكل للمستشفى. المستشفى في اليابان لسه بردك احذارات اللي هو الكورونا والحاجات دي كلها، فاللي هو 30 دقيقة بس أو نص ساعة بس في اليوم زيارة، وممنوع الأولاد يجوا المستشفى، ممنوع أي حد تاني غير الزوج بس هو اللي هيجي، يا دوبك نص ساعة ويديني الأكل والحاجات دي وخلاص على كده. فهقعد الفترة دي كلها مشوفش الأولاد، وكمان يا دوبك هو بس الزوج هيجيب الاكل والحاجات دي. بالنسبه للاولاد هما هيكونوا في الحضانه ان شاء الله، وهي مثلا على اخر النهار هيخرج، على اخر النهار الزوج هيخلص شغل هيجيبهم، وبعد كده يبقى مع الاولاد. يا دوبك عامل الاكل ان شاء الله على اساس ان هو يا دوبك هيسخن بس، يعني مش محتاج ان هو يعمل حاجه تانية ان شاء الله، يعني عشان ما اكونش قلقانه عليكم برضو. فهيسخن الاكل للاولاد وليه، وبرضك هيجيب لي الاكل كده. فهنشوف الاكلات اللي انا عملتها، هي حاجات اكلات تعتبر عربيه على يابانيه شويه. عندي التجهيزات اللي انا عاملاها هنا، عامله اللي هو الكبده. الكبده دي عاملاها ليه؟ عشان انا اللي بحبها وباكلها، وكمان حماتي بتاكلها فزوجي ما بياكلهاش قد كده. في هنا اللي هو بيبلونتشينو، وفي اللي هو كيميتشي طبعا اللي هو بالخضروات، وده بطاطس بالخضروات، وفي هنا بطاطس اللي هي بالفراخ، وفي هنا ده اللي هو شوربه خضار بالفراخ، وهنا في اللي هو بتاع طبخة او اكلة كنت عاملاها بالبنجان والفراخ والبطاطس حلوة جدا، وكمان في هنا اللي هو هياشي بالفراخ، وده كاري بالفراخ، وده اللي هو برياني يدوب بس هنحط عليه الرز وخلاص، بس هو جاهز يعتبر ان شاء الله. في عندنا هنا اللي هي كفتة باللي هو اللحم الضاني، هعملها ان شاء الله اللي هو داوود باشا، ودي فيه كفتة فراخ، وده اللي هو اسمه كروكي، والكروكي ده عبارة عن فراخ وبتبقى بقى البطاطس والذرة وحاجات كده معمولة. والبيتزا دي على فكرة سهلة جدا، عاملة في الطاسة، هي دبل تشيز بيتزا، يعني هي جبنة على جبنة على تونة وحاجات كده. وعندنا هنا فراخ بالفيجيتار، بتعمل فيجيتار هتتحمر ان شاء الله، وفي هنا زي اللي هو الفطير كده.
ولسه اللي هو بقى التحمير، وطبعا زي ما قلت لكم لسه اللي هو شويه المشروبات، مثلا عصاير مشروبات، واللي هو اطباق مثلا جانبيه او حلويات او كده. كده خلاص انا حمرتهم او قليتهم وهم لسه سخن شويه، فبعد شويه ما يهدوا كده ان شاء الله اقوم ايه حطاهم برضك في حاجات. وزوجي بيكتب اسم الحاجه اللي هو ده داود باشا، هو بيكتب بنفسه عشان هو بعد كده اللي هيقرا الحاجات دي عشان هيسخنها وكده. وده جمبري، لا ده هوتاتي، ده اللي هو بتاع المحار بحبه جدا جدا جدا. وهي ده اللي هو الجمبري كنت عاملاهم قبل كده وكان حد ساقعين يعني. بس كده ده التجهيزات الاساسيه دلوقتي، فلو عرفت ان انا اصور التجهيزات الباقيه من الاكل وكده هصورها ان شاء الله، بس اعتقد ان هو هيكون الوقت متاخر شويه مش هقدر ان انا اصورها. دلوقتي هحضر اللي هو الشنطة بتاعت اللي هو المستشفى وكده بتاعت انا ومونو. اول حاجة عندنا اللي هي الفوطة بتبقى كبيرة كده علشان دي مستخدمة في العمليات، بيحطوها وبعد كده بيشيلوا بيها والحاجات دي، فدي بنستخدمها اول يوم في العملية. فانا هرتب الحاجات حسب اللي هو الاستخدام، لازم تكون كبيرة الحجم ده كده. وده عندنا اللي هو الفستول او بتاعت الوش، وطبعا زوجي هيجيب لي كل يوم مثلا هيغير اللي هو الفوط والحاجات دي. ودي اللي هو فوط الايد، وعندنا اللي هو ده هستخدمه ورق في العملية، ده زي شراب بيكون ضيق جدا وبيبقى طويل كده، بيستخدموه علشان بيمنعوا اللي هو تجلط الدم والحاجات دي، ان هو يحصل فيه تجلط في الرجلين ممكن مثلا بيقعد بيه يومين او ثلاثة على حسب. ده اللي هو حزام بتاع اللي هو بعد العملية بيتربط بعد العملية، ده بيبقى صعب شوية وبيقعد فترة كبيرة يعني ممكن مثلا اكتر من شهر، مش فاكرة هو كم قد ايه صراحة، بس هو بيبقى كده. وده علشان الظهر وكمان بيلم الجرح وبيلم كمان اللي منطقة البطن. فده اول يوم في اللي هو العملية هستخدمه. عندنا اللي هي الهدوم او البيجامة بتكون اللي هو سهلة وبتكون مريحة وسهلة الفتح يعني بالشكل ده تقريبا كده.
بعد كده الحاجات اللي هي الشخصية اللي هستخدمها كل يوم، يعني مثلا اللي هو الفرشة او اللي هو المشط، واللي هو طبق الشعر، وبعد كده اللي هو الفرشة والمعجون وغسيل الوش والكريمات، ومثلا مكياج، مراية، مناديل، مناديل مبللة، الماسك، الحاجات دي كلها بستخدمها. هحطهم بقى في الشنطة على حسب برضه طول الاستخدام. طبعا المكياج والحاجات دي مش هستخدمها يعني الا قليل قوي كده استخدام. بالنسبة لحاجة الشاور والأكل الحاجات دي كلها زوجها هيبقى يجيبها لي، طبعا بيبقى لها ميعاد كده بعدين. دي بالنسبة لحاجة النونو، فهو مش الحاجات كلها هتستخدمها هناك، حتى الشامبو، البامبرز والحاجات دي كلها، أو اللي هو الحفاضات، يعني كل حاجة هتكون من المستشفى. هحتاج بس لما يجي يخرج إن شاء الله، أو لما نيجي نخرج، اللي هو اللبس بتاعه، واللي هو اللي هو اسمها المناديل، واللي هو مثلا شراب، الطقم اللي هو هيلبسه إن شاء الله. كده انا جايبه يعني ايه طقم او طقمين كده بزياده، واللي هو اللفه بتاعته اللي انا كنت بوريها قبل كده. هو ده بس اللي هيحتاجه البيبي وقت الخروج ان شاء الله. هحط الحاجات حسب الاستخدام، اللي هو الابعد للاقرب. يعني حاجه النونو هتكون اخر حاجه عشان ان شاء الله هحتاجها ده اخر حاجه. ده في الاول هستخدم اللي هو دوم المستشفى، فده مش هيكون اول يوم. بيفوطة أهم حاجة. الحمد لله. هنا عندنا اللي هي الشنطة بتاعتي. الله أشوفكم في اللي هو فيديو الولادة إن شاء الله، وأكون أمك على خير يعني وبسلامة أنا ونونو يا رب آمين. وشكرا للمشاهدة، وأتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب لو مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة أختي قناة ريس مس أكتينج بتقدم فيديوهات كوميدية مضحكة. أتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. وشكرا لكم إن شاء الله فيديو جديد. باي باي.